أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الأعزاء أبناءنا طلاب التاسع الأساسي، نلتقي بكم مجددا في درس جديد من دروس اللغة العربية في منهاج التاسع الأساسي، وهو يتضمن التعبير الشفوي في موضوع جديد هو إلقاء الكلمة. بداية ننوه إلى أن التعبير يندرج ضمن عدة مسميات، فعندنا ما يسمى بالتعبير الوظيفي في كتابنا المقرر، وهو ما يتحدث فيه الطالب عن مذكراته اليومية أو عن مقابلة صحفية أجراها مع شخص ما. أيضا يتضمن كذلك السيرة الذاتية للشخص أو لشخص آخر يعرفه، وعندنا التعبير الإبداعي، وعندنا أيضا التعبير الشفوي. والتعبير الشفوي الغرض منه زيادة قدرة الطالب على الحديث بطلاقة وفصاحة في المحافل والأماكن العامة، وهو ما ينمي ويرسخ قوة شخصية الطالب. درسنا لهذا اليوم إلقاء الكلمة تحت كما قلنا التعبير الشفوي. عندنا نص للأستاذ الدكتور شاكر اللحام مرحبا بالدكتور مازن المبارك عند انضمامه كفرد من أفراد مجمع اللغة العربية. نقرأ النص بداية ثم ننتقل إلى الأسئلة بعدها. كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية في أثناء الترحيب بانضمام الدكتور مازن مبارك إلى مجمع اللغة العربية في دمشق. السادة الجلة أعضاء المجمع، السادة العلماء الأفاضل، أيها الحفل الكريم، أحييكم أحسن التحيات وأطيبها، وأرحب بكم أجمل الترحيب، وأشكر لكم تفضلكم بالحضور ومشاركتكم في حفل استقبال الصديق العزيز والزميل الكريم الأستاذ الدكتور مازن المبارك. وإني لأهنئه التهنئة الخالصة بثقة زملائه المجمعيين الذين اختاروه لينضم إليهم في رحاب مجمع الخالدين، يشد أزرهم ويعضدهم ويؤيد مسعاهم، يمضون معا يتابعون المسيرة التي نذروا نفوسهم لها، ألا وهي العناية بالعربية المبينة أشد العناية، والعمل الدؤوب لتنميتها وإغنائها لتلبي حاجات العصر المتجددة وتحقق ما يؤهلها أن تحتل مكانتها السامية بين اللغات كما كانت في عهودها الزاهرة. ولد الأستاذ الدكتور مازن المبارك بدمشق عام 1930، ونشأ في بيت كريم، وألف ما نشأ عليه من حب العربية والأدب والعلم، وتابع دراسته في مدارس دمشق، ونال الإجازة في اللغة العربية من جامعة دمشق سنة 1952، ودرجة الماجستير من جامعة القاهرة سنة 1957، ودرجة الدكتوراه في الأدب من جامعة القاهرة سنة 1960، ليعود مدرسا في كلية الآداب بجامعة دمشق سنة 1960، ثم أستاذا مساعدا سنة 1966، فأستاذا لكرسي اللغة العربية سنة 1970. أما آثاره العلمية كتبا ومقالات فكثيرة، ومنها كتاب الزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خلال كتابه الإيضاح، وكتاب الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيباويه، وكتاب النحو العربي العلة النحوية نشأتها وتطورها، وكتاب مجتمع الهمذاني من خلال مقاماته. ومقالات الأستاذ مازن كثيرة، وقد آثر أن يجمع من مقالاته ما يتصل منها بموضوع واحد هو اللغة العربية وعلومها ومناهج تدريسها، فأصدرها في كتاب بعنوان مقالات في العربية. وبعد، فلعلي مكتف بهذه الكلمة الوجيزة كما تقضي الأعراف المجمعية، أفتتح بها جلسة المجمع العلنية ومهد بها للاحتفاء بالزميل الجديد الدكتور مازن المبارك.
بداية الآن الدكتور طبعا شاكر الفحام باحث وأديب عربي سوري تولى مناصب عديدة منها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ورئاسة مجمع اللغة العربية في دمشق. مؤلفاته كثيرة منها الفرزدق ونظرات في شعر بشار بن برد ومختارات من شعر الأندلس. بداية حتى تتبين لنا عناصر الموضوع في التعبير الشفوي نصمم جدولا مماثلا في الدفتر. نلاحظ الآن أن عناصر هذه الكلمة معنونة في 4 حقول: الحقل الأول الافتتاح، ثم مناسبة الكلمة، ثم الفكر الرئيسة في العرض، ثم الخاتمة. عودة إلى النص لنرى الافتتاح في النص، فنجد أن الدكتور شاكر قدم في بداية كلامه قال: السادة الجلة أعضاء المجمع، السادة العلماء الأفاضل، أيها الحفل الكريم. نلاحظ أيضا بعدها هنا مناسبة الكلمة بعد الافتتاحية، حيث قال الدكتور شاكر اللحام أيضا: إني لا أهنئه التهنئة الخالصة بثقة زملائه المجمعيين الذين اختاروه لينضم إليهم في رحاب مجمع الخالدين. إذن بداية الافتتاحية الترحيب بالضيوف الأكارم والموجودين، أما مناسبة الكلمة فهي كما قال انضمام الدكتور مازن المبارك إلى مجمع اللغة العربية. بعد الافتتاحية وبعد مناسبة الكلمة نجد هناك الفكر الرئيسة في العرض، وهي المحور الأطول في الكلمة الملقاة. عودة على النص أيضا نجد أن هذه الفكر الموجودة في النص ممحورة بعدة أمور. بداية هنا نجد ولادة الأستاذ الدكتور مازن المبارك ونشأته. العنصر الثاني دراسته من بدايتها وحتى نهايتها، في بداية من مدارس دمشق وانتهاء بكرسي اللغة العربية سنة 1970. أما الفكرة الثالثة فنستطيع تحديد الآثار العلمية التي أنجزها الدكتور مازن المبارك من خلال مسيرته العلمية التي امتدت لعقود من الزمن، وهي المتضمنة كتبا في النحو ومقالات جمعت فيما يخص اللغة العربية. في النهاية أيضا عندي الخاتمة، لعل أيضا الدكتور ختم بقوله: وبعد فلعلي مكتف بهذه الكلمة الوجيزة كما تقضي الأعراف المجمعية، أفتتح بها جلسة المجمع العلنية، أمهد للاحتفال بالزميل الجديد الدكتور مازن المبارك. إذا نحن وصلنا إلى فكرة مفادها الآن أن عناصر الكلمة تبدأ بالافتتاحية، وهي تكون موجزة ومختصرة، ثم مناسبة الكلمة، الداعي من أجل إلقاء هذه الكلمة، وأما العنصر الثالث فهو الفكر الرئيسة في العرض، والتي تتمحور في أمرين أو ثلاثة حسب ما يطرحه النص. وفي النهاية الخاتمة هي شبيهة المقدمة أيضا، تكون موجزة وقصيرة ومذكرة بنص الموضوع. السؤال الثاني: أستبعد الإجابة غير الصحيحة مما يأتي. من صفات المقدمة أن تكون جذابة، ويشترط أن تكون شعرا ومختصرة. الإجابة غير الصحيحة هي يشترط أن تكون شعرا، فليس من الضرورة أن تكون المقدمة مبتدأة بالشعر. البند الثاني: يراعي المتحدث في كلمته مستوى السامعين، الترتيب المنطقي، التكرار والإطالة. نلاحظ أن البند الأول والثاني مستوى السامعين والترتيب المنطقي هي مما يناسب المتحدث في كلمته، أما التكرار والإطالة فهما ينافيان أمور المتحدث في الكلمة، يجب أن لا يطيل وأن لا يكرر أيضا في كلمته. في النهاية أيضا نصل إلى عناصر الكلمة. المقدمة بداية تتضمن التحية ومناسبة الكلمة، وتكون كلماتها جذابة لأجل جلب الأسماع وتشويق النفوس، ولا يشترط أن تكون البداية شعر.
أما في العرض فهو يتضمن الفكرة الرئيسة التي يريد المتحدث إيصالها إلى المستمعين. في النهاية أيضا الخاتمة تلخيص للموضوع، وأخيرا شروط الكلمة الجيدة أن تكون جذابة ومختصرة وتراعي مستوى السامعين وتراعي الترتيب المنطقي. الآن عندنا سؤال تدريبي يعزز مهارة الإلقاء، إلقاء الكلمة الشفوي هنا. أملأ الفراغات في الكلمة الآتية: الكلمة في اليوم العالمي للغة العربية، يقول الشاعر حليم دموس: لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. الآن طبعا نعزز معلوماتنا ونغنيها بأن 18 من كانون الأول هو العيد العالمي للغة العربية. هنا أيضا عندي مجموعة من الفراغات على غرار إلقاء الكلمة في التعبير الشفوي. أعزائي المشاهدين المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نحتفل اليوم بعيد نعتز به، إنه العيد العالمي للغة العربية. نلاحظ هنا ملؤنا لهذه الفراغات بما يناسب المقدمة: واللغة العربية تتميز بالمرونة، الخصب، الغنى، التنوع، القدرة على توليد الكلمات الجديدة. فكم من معاني سامية استطاعت اللغة العربية أن تواكب العصر الحديث في مفردات جديدة تواكب هذا التطور الحاصل في أيامنا هذه. وهي لغة أثبتت قدرتها على التطور والابتكار والإبداع واستخراج المفردات بما يناسب مصطلحات العصر الحديث. وفي هذا اليوم من واجبنا أن نكون يدا واحدة مع اللغة العربية، مساندين لها وداعمين لها ومعززين دورها، وهذا لا يكون إلا من خلال حديثنا باللغة العربية الفصحى. ومن أجمل ما قيل فيها شعر أو قول مأثور، نأخذ قول مثلا شاعر النيل حافظ إبراهيم على لسان العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. وقول الشاعر: أم اللغات غداة الفخر أمهم، وإن سألت عن الآباء فالعرب. وأخيرا تظل اللغة العربية هي الرابط الأول والأخير لكل أبناء الوطن العربي، تجمعهم رغم اختلافاتهم، توحدهم رغم اختلاف مكوناتهم، وستظل هي صلة الوصل الأساسية بين الماضي والحاضر، علنا من خلالها نصل إلى مجتمع أكثر رقيا وتقدما، يصل إلى مرتبة المجتمعات المتقدمة، وعلنا نصل بلغتنا العربية إلى مكانتها السامية التي كانت قد تمتعت بها في العصور الزاهرة قديما. في النهاية تعزيز لدرسنا تطبيق: أكتب كلمة لمناسبة أختارها ثم ألقيها أمام زملائي في احتفال مدرسي، مراعيا ما ذكرناه من شروط في صياغة إلقاء الكلمة. ونذكر أبناءنا الطلبة بأن التعبير الشفوي ليس الغرض منه السؤال الامتحاني، إنما الغرض تعزيز قوة الشخصية وتعزيز مهارة الطلاقة والفصاحة عند أبنائنا الطلاب، يتمكنوا من ممارسة حياتهم اليومية غدا حين يتخرجون من الثانوية ويندرجون في إطار العمل وغير ذلك. في النهاية جل الأمان بالتوفيق والنجاح والتقدم لكم أبناءنا طلاب التاسع الأساسي، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في دروس تعليمية جديدة تخص اللغة العربية، وإلى لقاء آخر، دمتم بخير.